السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأطيب خلق الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم جميع الذنوب. فهناك طريقة بسيطة جدا لنعرف هل يوجد في جسدي جن أو مصاب بسحر أو عين أو حسد. فهذه الطريقة إذا جربتها تعرف بإذن الله هل أنت مصاب أم لا، وهي طريقة جد فعالة، والطريقة سهلة جدا بإذن الله عز وجل. فالطريقة بكأس ماء فقط، الطريقة بكأس ماء فقط. تأخذ كأس ماء كبير، تقرأ فيه الفاتحة، ثم تنفث 3 مرات، تقرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم تنفث ثالثة، ثم تنفث 3 مرات رابعة، ثم تنفث 3 مرات، حتى تتم قراءة الفاتحة 7 مرات بإذن الله، مع آخر كل سورة تنفث 3 مرات. ثم تشرب الماء. إذا كان في جسدك جن ستحس بالماء وأنت تبلعه ثقيل جدا، وإذا كنت مصاب بسحر في بطنك ستشعر بتقيؤ، وإذا كنت مصاب بتقيؤ وغثيان وتنمل وهذه يعني وتنمل وتقل في الأكتاف والأطراف، هذه إذا كنت أصلا مصاب بالجن. وإذا كنت مصاب بعين أو حسد يعني تحس بتنمل، وربما يأتيك بكاء شديد جدا. فهذا المقطع بإذن الله عز وجل أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به جميع الأمة، وأرجو من الله كل من يستمع إلى هذا المقطع أن ينشره وله الأجر بإذن الله، لنتعاون على الخير والدال على الخير كفاعله. انشر تؤجر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.